زينب فؤاد، أمين عام الاتحاد النوعي للنقابات المستقلة بالبريد المصري. والله احنا كانت مطالبنا زيها زي جميع العاملين بالبلد كلها، مطالبتنا بالحد الأدنى للأجور. قالت طبق علينا الحد الأدنى للأجور، واحنا يعني مرتباتنا بعد 27 سنة، أنا عن نفسي مرتبي بعد 27 سنة الأساسي بتاعي ما جابش 500 جنيه بعد 27 سنة خدمة. المرتب الشامل كله على بعضه ما جابش 1500 بعد 27 سنة خدمة. طالبنا بالحد الأدنى للأجور. قال لك دلوقتي انتوا ممولين، انتوا بتاخدوا تمويل من الخارج عشان بتعملوا اضرابات، بتعملوا اعتصامات. طالبنا بحد ال 7% العلاوه الدوريه، طالبنا ب 50% على الاقل من الاساسي بتاعنا كزياده، يعني ب 200 جنيه 200 جنيه مش حاجه كبيره. اتهمنا ان احنا دلوقتي النقابات المستقله نقابات مموله من الخارج. الاول قالوا علينا جماعه 6 ابريل، رجعوا قالوا علينا اخوان، رجعوا قالوا علينا ممولين. المهم اي حاجه العامل دلوقتي او الموظف دلوقتي بيتصنف باي تصنيف، بيتصنف باي تصنيف، بدل بتطلب حقك انت بتتصنف باي تصنيف. احنا كل اللي عملناه طالبنا بوقفه احتجاجيه، عملنا الاختار ليها بموجب قانون التظاهر اللي قالوا عليه، اختار في وزاره الداخليه، وبعد ما عملنا الاختار بوزاره الداخليه وبدات الوقفه الاحتجاجيه، بدات اضرابات، بدات اعتصامات. ده اعتصامات الاول كمان مش اضرابات، يعني اعتصامات تمهيد لاضرابات. اتفاجئنا، اتحولنا كلنا للنيابات. رئيس الهيئه بكل جبروت، بكل جبروت، انت مش عاجبك مرتبك هوقفك نهائيا عشان تعرف المرتب اللي انت بتاخده شكلك ايه. اتفاجئنا بزمايلنا في اسكندريه باتفاق مع مدير امن اسكندريه والمحافظ مع رئيس الهيئه، خدوا زمايلنا في اسكندريه 5 افراد مننا من اسكندريه، خدوهم حبسوهم اكتر من 10 ايام، مر 4 ايام على ذمه التحقيق بتهمه قطع طريق. قطع طريق ايه؟ موظفين عاملين اضراب، وانا لو قطع طريق مش هتاخدني وانا قطع طريق؟ لا، ده خدوهم من البيوت الفجر، خدوا زمايلنا من البيوت الفجر. انا سمعت النهارده ان الشركات اللي بتتكلم، سمعت النهارده ان طب الشركات دي احنا بنقول اه شركات ومصانع من قبل الثوره وهي بتتباع وهي وهي وهي، لكن قطاع حكومي زي هيئه عريقه زي هيئه البريد يحصل فيها ده، زمايلنا يتاخدوا زوار الفجر ياخدوهم من بيوتهم الفجر، وقعدنا محاولات على بال ما طلعوا. ازاي انا مش قادره افهم ده؟ عشان بطالب بحد ادنى للاجور؟ ده اللي البلد جايه عليه؟ انا واحده من الناس طلب مني اني لو ما بطلتش اضرابات او اعتصامات وشي كده، يعني اتقالت لي كده اضرابات او اعتصامات مش هتقعدي في بيتك. عملت اضراب عن الطعام، عملت اضراب عن الطعام علشان انا داخله مكان اعتصام العاملين، انا داخله مكان اعتصام العاملين بما اني نقابيه والمفروض بشوف العاملين عايزين ايه وداخله اساند العاملين. فوجئت ان رئيس الهيئه اللي جاي الهيئه عندنا بقاله سنه واحده من بره، هو واحد مستشار ليه ما بقالوش 3 سنين في وزاره الاتصالات، مانعني من دخول هيئه البريد. ليه؟ علشان ما اقفش واساند زمايلي. فعملت اضراب عن الطعام. طب احنا عايزين نطالب بحقوقنا العماليه، مفيش. ابلغ الاسم التابع للمكان العمل مش عايز يستجيب، اضطريت اعمل اضراب عن الطعام علشان انا لازم اخش مكان هيئتي ومنعني ان اخش فيه عشان اطالب بحقي اني اقابل المسؤولين. يعني تخيل انك منعك انك كمان تخش تقدم مطالبك كنقابي. انا بقول للجبالي اللي طلع وقال انا ضد الاضرابات والاعتصامات، طلع وقال في اضرابات البريد واعتصامات البريد دي ناس صيع. طب انت يا جبالي عملت ايه للصيع؟ بلاش للصيع، سبتنا احنا رحنا نيابات وبيتحقق معانا دلوقتي ومهددين بالايقاف عن العمل وهددنا بالحبس وزمايل لنا اتحبسوا فعلا. طب الناس اللي ما عملتش كده عملت لهم ايه يا جبالي؟ نفسي اوجه رساله لرئيس اتحاد عمال مصر اللي يقال ان الاتحاد ده واحنا بنقول عليه الاتحاد الحكومي، عملت ايه لعمال مصر؟ عملت ايه؟ انا في الوقفه بتاعت الاتحاد العمال المستقل بتاعي هو اللي جاب لي المحاميين وقفوا مع زمايلنا، هو اللي جري ورايا وهو اللي كان بيشوفنا انا رايحه فين وجايه منين. اتحاد عمال مصر خرج وقال في التلفزيون كده انا ما بعملش حاجه، انا ضد الاضرابات وضد الاعتصامات، احنا مع القانون. طب انا مع القانون، القانون عمل لي ايه؟ ما جابليش حاجه، مرتبي زي ما هو. بالعكس بقى، ده احنا كمان دلوقتي عقاب لينا عشان طالبنا بحقوقنا، بناخد نص مرتباتنا ونص حقوقنا دلوقتي. عقاب لينا دلوقتي، اي مكافآت شهريه بناخدها نصها.
اي مكافآت موسميه بناخدها نصها من الناس اللي بتاخد النقابين، النقابات المستقله. النقابات المستقله دلوقتي على مستوى البريد المصري كلها بتاخد نص حقوقها، اتحرمت من مرتباتها كاملا. ما دام انتوا بتطالبوا بحقوق العمال وبتطالبوا بفلوس للعمال مش هتاخدوا حاجه. دي رساله بوجهها لعدلي منصور والرئيس القادم. يا ترى حال عمال مصر هيوصل لكده؟ يبقى في ان شاء الله ثوره جيع باذن الله.